بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نعزي صاحب العصر والزمان بهذه المصيبة والفاجعة التي وقعت اليوم على أيدي عملاء الاستكبار آل سعود في الحجاز والبحرين، ونعاهد قائدنا النمر بأن وإن غاب بطل هذا الخط إن شاء الله سنحافظ على خط هذا البطل إن شاء الله، وبإذن الله سنصنع من دمائه ودماء الشهداء من الشباب والشيوخ بركانا وزلزالا يزلزل عروش الظلام في الحجاز والبحرين على جميع أنظمة الخليج وجميع أنظمة الاستكبار إن شاء الله.